هؤلاء الكفار يشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، فإذا جاءت حالة الضراء والشدة تفرغت قلوبهم لله عز وجل في تلك اللحظة، بل كما قيل في بعض كتب التفسير أنهم يلقون أصنامهم في اليم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا أيضا يفيدنا بأن الدعاء من الدين، إذ قال مخلصين له الدين. ومن الآيات الدالة على أن هؤلاء الكفار يدعون الله عز وجل حال الشدة والضراء ما جاء في سورة الإسراء، قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقال عز وجل في بيان إنابة الكفار لربهم حال الضراء، مما يدل على أن لهم إنابة إلى الله عز وجل لكنها ليست إنابة خالصة. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.